الاكونت الشخصي للمهندس فرج عامر على فيسبوك وتويتر ده الاكونت حضرتك ولا انا اللي بكتب الاكونت الشخصي؟ ايوه صح. تمام. ناس كتير في السوشيال ميديا بتتكلم ان المهندس فرج عامر عايز يظهر في الصوره على الساحه الرياضيه، والدليل الاكونت الشخصي بتاعه ان هو بيكتب دايما بوستات مثيره للجدل. ردك لا، مفيش مثير. اولا انا مش محتاج اظهر، لان انا في كل حته الناس بتقابلني وعايزه تتصور معايا. وبعدين انا ما بعدتش عن اي ساحه، بالعكس، لان انا ليا علاقات قويه جدا في الوسط الرياضي، ولي علاقات كتيره جدا في الوسط، سواء في مصر او في اوروبا او في اي مكان. زائد ان انا لو عايز ان انا ابقى في الساحه، انا بسهوله جدا اخد اجيب نادي واشتري نادي واعمل نادي واعمل كذا، وبتعرض عليا مناصب كتيره جدا، مناصب راقيه قوي وشيك قوي ولكن انا مش محتاج للكلام ده كله. خدت بالك؟ انا في كل مكان بروح، اولا دايره احتكاكي قليله، كل مكان بروح الناس بتوقفني تسألني في الرياضة وتسألني في الكورة. محدش أبدا يقدر يمحو تاريخي، لأن أنا عملت حاجات، يعني طبعا أعوذ بالله من غضب الله، قياسية. عملت حاجات قياسية وعملت حاجات غير مسبوقة، وسجلت ريكوردز في حاجات كتيرة جدا نجحت فيها بفضل طبعا توفيق ربنا وشخصيتي وتكويني وتركيزي في عملي وإخلاصي في عملي. فعمري في حياتي ما هطلع بره الساحة، لأن كمان الناس اللي أنا وجدتهم في الساحة واللي ادتهم فرصة انهم يكونوا موجودين في الساحة هيفضلوا طول عمرهم علامات مضيئة، علامات مضيئة كبيرة قوي. ده أثر من الأثار بتاعتي أنا. بوستاتك مؤخرا وصلت للحديث عن صفقات الأهلي والزمالك، إيه الهدف منها؟ ملاش هدف. أنا بقول وجهة نظر، أنا بقول بعتقد يحصل كذا أو يعمل كذا. بص، أنا عايز أقول لك دلوقتي، أنا أملك حرية شخصية وأنا ما أملكش حرية شخصية. تملك حرية شخصية؟ طيب دلوقتي الفيسبوك ده وسيلة للكلام والتعبير. طيب دلوقتي مش أنا بكتب كلام وبكتب معلومات وبقول أشياء يمين أو شمال، ده كلام متداول إنما ملهاش هدف. هو يعني جت عليا أنا بس؟ طب مصر كلها بتكتب. الفكرة إن حضرتك رئيس سابق لنادي سموحة. أنا رئيس تاريخي، هل اللي أنا بكتبه ده ممنوع؟ مش ممنوع، في قانون بيمنعه؟ لا يمنعه. في شيء بيحظره؟ لا دي حقيقة. هل أنا بكبر الناس اللي تخش صفحتي؟ لا طبعا. طب بيدخل بالـ8 وبالـ10 مليون؟ دي حقيقة. بس هو الفكرة إن حضرتك يعني بحكم قربك عليا قيود، لا معليش قرب بحد، وما بتكلمش مع حد، وما بسألش حد، ومصادري مش من داخل أي نادي ولا أي مكان. وعمري في حياتي ما أؤتمن على سر وأقوله. تمام. لا إطلاقا الائتمان على الأسرار لا، يعني أنا مصادري من اللاعبين نفسهم. تمام. ومن وكلاء اللاعبين أنفسهم. وبعدين يا سيدي، دي كل كلمة أنا كتبتها كلمة حقيقية في وقتها، لكن زي ما حضرتك عارف أن الأمور دي بتتغير باللحظة الأخرى. وما تنساش أن أنا عندي قاعدة كبيرة جدا من اللاعبين بتكلمني وبتتواصل معي وبتاخد رأي، وأنا مش برد على كل الناس وبتكلم مع كل الناس، لأن وقتي محدود جدا. لكن كل كلمة أنا قلتها ليست مصادرها من داخل أي نادي، وليست استنادا لعلاقتي بأي شخصية. وعمري ما أؤتمن على سر وأقوله. وأنا لما بكون مع أي حد مسؤول، زي ما أنا لما بكون مسؤول ما أحبش حد يضغط علي يعرف معلومات أنا مش عايز أعرفها، أنا عمري بضغط على حد، ولا عمري حاولت أن أنا أستغل مثلا أنا قاعد مع حضرتك أقوم أستغل كلمة أنت تقولها لي، لا إطلاقا ما بيحصلش الكلام ده خالص. وأنا مسؤول عن كلامي بس.